اهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك سي الشيخ. كانت لي 3 ايام تبارك تطول في هذه الايام. ها 3 ايام ماشي 3 ايام. واخا تك تيما شنو كدير؟ فهمتي شنو كتصنع؟ صنعت اكثر من داكشي اللي صنعوا ما تليج وقصنا عن اورغونزو دو سوا وداخلين في اللوينات ودرت لها جوج قفيطنات. بالنسبة للثمن نخلي لك انت اللي بغيت نقول لكم انا راه فيها قفيطنات زوينه بجوج حرير والعبار ديالها كبير وكتلبس بجوج قفاطن يعني تلبسها بهذا ولا بهذا ولا بهذا ولا بهذا ديري له اللي عجبك. وحلينا السب شعبية حلينا انا بسم الله سيدي افتح على الزق على بحال مثلا ما بغيتي هذا ها هو واحد الله شركة دابا هاد الصفار ديالها شو السي بشعيب هذا؟ اي هاد الصفار اسيدي اللي بغيت نديرو معاه بحال هكذا مثلا ها هو وبغيت نزيد هذا عاوتاني بحال 3 بياس قفاطن بحال اللي كدير 3 بياس والا ما بغيتش ندير 3 بياس عاوتاني نقدر نحيد هذاك الشيء اللي درت معاه وندير له هذا اي بحال هكذا عاوتاني وتقدر اختي هذا تخليه تبطين بحال هكا وهذا يجي القشطان ديالك يعني على حساب انت بدعي وديري البصمه ديالك في البياسه في التوني اللي غادي انا لا لا شفت اش كان وراك انا بحال هكا بلاش دير عندك دير ياك يا اما دير 3 بياس ملبوسه بحال هكا يا اما ديرها هذه بالتبطين وهذا القفطان ايوا ونقدر عاوتاني نلبسها مع هذا بوحديتو ونقدر نلبسها مع هذا بوحديتو يلا على بركه الله سيدي محمد ها واحد الله زيد هنا وهلا فك كذلك عاوتاني زيد قول لي يا خو محمد شنو كاين عاوتاني وهذا حق الناس ما غادي نقول لك شوف حتى 3 ايام تبارك تراون فيها وغادي يكون شي غلط السي بشعيب ما يمكنش عاوتاني شوف كارناج العلمي هو هذا اما لا ما عجبكش اختي ماشي مشكل كيبقى انت هي الملكه انت هي الاميره الناهيه انت هي تامر حنا نبدلو لك القفطان تحت ما كاينش مشكل كاع تجربه اختي القفطان الا ما كانش يناسبه انا ما نديروش غير كنقول لك القفطان الا ما كانش يناسبه ما نديروش يعني كنخدمو من قبل ما نكونو كنفكر بزاف في الحوايج بعدا كندير لها القفطان ديالها زيد اخو محمد شنو كاين تسمعوا ثاني سي شعب خصنا اول حاجه نقولوا لهم الثمن بعدا لا الثمن تنسالي وحنا مزروبين على الثمن حنا بغيناش اكثر حاجه كتهم الكليان هو الثمن السي شعب اي سيدي اللي هو غادي ندير لها ثمن معقول اي غادي لها ثمن معقول ثمن معقول انا سيدي غادي نقولوا مثلا 1800 درهم ولكن ما غاديش نقولوا لها 1800 شكرا عاوتاني اللي كان 1800 كاين مكتوب راه ارخص شكاره السي شعب راه دايره 150 درهم باش تكون عارف هذه المساله هذه اييه دابا راه خصك دير التهرس دك دك دونك الى 1800 ولا شحال غادي دير لها واش نقول لك نسولو بادر نسولو عند كبير مش شنو غنديرو انتوما انتوما قول لي شحال غتستاهل هاد اللبسه هاد شنو الاخوه كيفاش دايره شنو غادي تستاهل 2500 درهم ياه بادر قال 2500 درهم سلعه كبيره اسمح لي دابا انا الى قال عبد الكبير وبادر 2500 تستاهل كيسحالو الكليان زدنا فيه خصو الكليان هو اللي كتب لنا في التعاليق شحال تستاهل اسي شعيب اي اختي لا لا مولاتي قولي لي هاد البيسه شحال تستاهل انت قايمي لها ثمنها اي قولي لي هادي شحال تستاهل واخا حنا غادي نقول لكم في الاخر الثمن باش غادي نبيعوها هادي باش تكونوا هادي غنديروا لها ثمن جد مناسب ان شاء الله باذن الله زيد اسيدي كرم الكليان اسمح محمد تسرح لهم انت شي واحد اييه اييه باش قالوا لي في التعليق قالوا صافي نسرح لك على ماشي مشكل امر نعم كبير فهمتي دابا بغا ينتقم منك بس عارفك مريض الله يسلمك بغا يخرجها منك الله يلا شعرك كيحبك كيحبك انت خويا وهذا القفيطين عاوتاني يمشي مع هذا يمشي مع هذا ها هو ترى القفيطين يمشي مع هذا ويمشي مع هذا لا مش مشكل واللي ما خداش عاوتاني ما ساعدوش الحظ يسامحنا راه هادشي اللي سرحنا لكم هو اللي كاين اييه ما بقاش شوف خضر الملاك ديالك اييه واللي ما خداش هاد العمل عاوتاني انت العام الاخر ان شاء الله رزق الصحه والسلامه لا صبرتي قلت الثمن ولا تقول الثمن انا نقول الثمن ياك يا سيدي نقولوا الثمن قول اسيدي نقولوا الثمن اسيدي هادي راه من 1800 كما قال لكم السي بادر ياك سيدي اييه 1200 درهم زيد شويه غنديروا الصوت قبل ما نصوروا اييه 1100 درهم 1000 درهم 1100 الاول 1000 درهم بسيط صافي واش انت درتي راسك بحال ما سمعتيش 1000 درهم 1000 درهم غنبيعوها شي 1000 درهم سير اسيدي هي واش قفاطن لا هي قفطان واحد اسي مشي هي قفطان واحد واش قفاطن راه ثاني بغيت شي قفطان اختي غادي تاخذي حنا درنا لك هذه راه ديال الدخول المدرسي هذا ماشي رباح اختي ولا شي حاجه انا نربحوا الجيمات والبارطاج وتبقاو فرحانين وصافي هذا ما كاين دابا خاص محمد بغينا نعرفوا الثمن ديال جوج قفاطن جوج قفاطن غادي تزيدي 200 درهم وصافي ماشي مشكل هو كي دار 300 انت غتزيديها 200 درهم هذا صور التصويره ديال المينياتور ها هي